استفادت بلدية سطيفور من إعادة تأهيل الحي خمسة جويلية حي من الأحياء القديمة بالبلدية كان كان بحاجة إلى إعادة تأهيل تكفلنا عن طريق مخطط البلدية للتنمية البلدية بإعادة تأهيل الشطر الأول بإعادة تأهيل من تزفيت تزفيت الطرقات وإعادة تأهيل الأرصيف بالنسبة لقطاع الصحة على مستوى البلدية بلدية فيها حوالي عشر ألف نسمة تحتاج الى قاعه متعدده الخدمات احنا البلديه لحد الان تحتوي على قاعه علاج في اطار تدخلات مع السيد الوالي استفادت البلديه من شطرين في لتوسعه قاعه العلاج حتى تصبح قاعه متعدده الخدمات المشروع ان شاء الله في على على وشك الاستلام ان شاء الله اسبوع ان شاء الله نستلم المشروع كذلك استفادت بلدية طيفور من ربط قرية الحسيان بشبكة غاز المدينة الذي يعتبر حلم للساكنة عدة سنوات نحن نطالب بهذا المشروع ونسبة الإنجاز حوالي 80% أو 75% ان شاء الله بحلول الشتاء 2025 ان شاء الله تكون تكون المدينه ان شاء الله تستفاد من هذا في اطار العمليات المبرمجه ان شاء الله للانجاز على مستوى البلديه استفادت البلديه من عمليه ثلاث عمليات من قطاع الموارد المائيه اللي هي اعاده تاهيل شبكه التطهير الصحي على مستوى الاحياء الغربيه 11 ديسمبر حي حسن سليمان حي 8 ماي ان شاء الله العمليه راه في الفلوتوشات الاخيره ان شاء الله بدايه الانجاز ان شاء الله تكون مع شهر نوفمبر ان شاء الله كذلك استفادت البلديه من ربط مجمعات الريفيه بشبكه التطهير وشبكه المياه الصالحه للشرب نحن الان متواجدون في حي خمسه جويليا اللي كان بكري يعاني من نقص كبير وكان قرصه تراب واش يقول اليوم الحمد لله استفادت البلديه من هذا الانجاز اللي رانا كما نشوفوا الطابي والحمد لله الطابي تهي امريكا والحمد لله اليوم الحمد لله تخدمنا لنا الطابي تخدم وعلى كل حال لا شيء هذا هنا فضل الله تعالى